يا مساء الفل عليكم، يا مساء الجمال على كل بنات حوا. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. حلقتنا النهارده هتكون متميزه جدا، وهكون معانا ناس برضو متميزين في مجالهم. لكن خلونا النهارده ابدا الاول بحلقتي بدعاء لصديق وزميل تتقدم اسره وكاله جو ميديا الانتاج الفني والاعلامي وبرنامج بنات حوا بخالص الدعاء بشفاء العاجل للزميل محمد فوزي الشنطوري. طبعا بنقول له ان شاء الله تقوم بالسلامه وترجع لبرنامجك تاني مع شنطوري. لكن النهارده خلونا نبدا بحلقتنا، نقول طبعا كلنا في الشتاء بنكون عايزين نلبس لبس مختلف، عايزين نروح مناسبات كتير، بيكون عندنا مثلا خروجه مناسبه، فطبعا مش بنعرف نختار اللبس المناسب. لكن خلونا النهارده معانا خبيره الاتيكيت هتكلمنا عن اللبس المناسب لكل مناسبه. خلونا نرحب بضيفتي الجميله هبه خليفه خبيره الاتيكيت والبروتوكول. اهلا وسهلا، اهلا بيكي وميرسي على منورانا استضافتكم الجميله. منورانا تاني مره. ميرسي ميرسي، انت اللي منوره. خلينا يا هبه نقول، طبعا كل البنات بتحتار في لبسها. طبعا عندنا كلنا الدولاب مليان لبس، ومن كل لون ومن كل نوع. فطبعا انا لما بروح مناسبه، يعني خلينا الاول نتكلم عن هل في اتيكيت في اللبس في اي مناسبه؟ تمام، خلينا نقول الاول ان زي ما انا بختار كلمات مناسبه وكلمات جميله وبتكلم بذوق وشياكه مع الناس، ده عشان اوصل اتصال لفظي او عشان احسن من الاتصال اللفظي. في حاجه اسمها اتصال غير لفظي، اللي هو عن طريق الانطباع الاول الناس بتكونه عني من شكلي من مظهري، فلازم اهتم بمظهري ولازم يكون مظهري متناسق وملبسش اي حاجه وخلاص، والبس كل حاجه في وقتها. يعني بالنهار في لبس، للنادي في لبس، للسهرات بالليل في لبس، في العمل ليه لبس، رايح انترفيو ليه لبس، كل حاجة ليها طبيعة لبس معينة مختلفة عن التانية. تمام. طيب برضو هل في الاتيكيت سن معين او كل سن يليق عليه لبس معين؟ يعني احنا دلوقتي بصراحه بنشوف حاجات غريبه. لا احنا اليومين دول الموضه اليومين دول بتلاقي في حاجات فيها جليتر كتير، أيوة. بتلمع كتير، ده ممكن بتلاقي يكون موضه. ناس بتلاقي ناس ممكن سنها كبير وما يسمحش ان هي تلبس حاجات فيها جليتر كتير، وفيها كمان حاجات بلوزات مثلا بالنهار. انا بستغرب بقى من البلوزات اللي هي بتتلبس كاجوال بالنهار وبلاقي فيها يعني جليتر، فالمفروض اني انا اختار من الموضه المناسب ليا، مش اقلد الموضه تقليد اعمى. المفروض اخد الحاجات المناسبه ليا والسني والشكلي اللي يليق عليا انا البسه. طيب في بنات كتير برضو تقول لك انا هشتري لبس غالي قوي علشان يديني قيمه، وهشتري ده علشان فلانه اشترت اللبس ده فهو غالي فانا عايزه اعمل زيها. طيب هل اللبس بيدي قيمة فعلا؟ اللبس لو غالي يعني؟ يعني لا، هي ده الحاجة اعتقاد مش البنات. بتمنها، او مش زي ما بيقولوا الغالي تمنه فيه والكلام اللي بيقعد يتقال ده. ده اعتقاد البنات. لا 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 لا، في حاجات بتبقى بسيطة جدا. هو الاتيكيت دايما بيتكلم عن البساطة، او الاتيكيت انك انت بتتعاملي ببساطة مع الناس، وانك انت برضو بتلبسي حاجات سيمبل كده وبسيطة مناسبة ليكي. مش شرط تكون حاجات براند، يعني مش شرط ان انا اكون بلبس براند وحاجات البس لبس زي المشاهير او الكلام ده كله علشان خاطر ابقى انا لبسي واو حلو وشيك. ممكن البس عليا دي جايبه بكذا، ممكن البس دريس لابساه فنانه وبراند بس مش لايق عليا، يعني مش مناسب ليا، مش مناسب للكاركتر بتاعي، مش مناسب لطبيعه شخصيتي، مش مناسب لسني، مش مناسب لحجم جسمي. يعني ممكن اكون انا مثلا طويله وعندي واحده صاحبتي قصيره فلابسه فستان، لابسه فستان لايق عليها، فممكن انا البسه ما يليقش عليا. يعني انا طويله هي قصيره، ففي اختلاف. يعني مش كل حد بيليق عليه لبس التاني، ولازم اختار الحاجات المناسبه ليا، مش البس واقلد الناس وخلاص. طيب انا دلوقتي برضو عندي لبس كتير في البيت. تمام. وفي منه سهره وفي منه سواريه وفي منه كاجوال. طيب انا المناسبه مثلا للزفاف البس ايه؟
رايحة سواريه، رايحة مثلا معزومة في عشاء عمل، كل ده عايزين نعرف برضو المفروض ان انا البس ايه في ده وايه في ده. والمهم جدا يا هبة، طيب انا دلوقتي برضو لو انا رايحة الجامعة المفروض ان انا البس ايه، او ايه اللي المفروض ان هو يبقى في دولابي، حاجات معينة تمام. قوليلنا كده طيب لكل اولا البنات. هو اغلب البنات، نتكلم الاول عن اللبس بتاع الجامعه. الجامعه وانا رايحه ممكن بلبس، في ناس بتحب تلبس فورمال، دي على حسب طبيعه شخصيتها. في ناس بتحب الفورمال اللي هو ثلاث انواع، ده خلينا نقول الفورمال ده برضو الفورمال لو انا رايحه اعمل انترفيو او رايحه المكتب الشغل عندي، لو انا موظف، لو انا مدير. خلينا نقول ان الاتيكيت بيتعامل مع الانسان على حسب طبيعه شغله او على حسب شخصيته. لاني انا يعني مثلا ما اجيبش عامل بيشتغل في معرض سيارات مثلا او في مركز اصلاح سيارات واقول له اقف البس بدله وانت بتصلح العربيات، ده بيبقى ليهم لبس مختلف. وما اجيبش برضو حد واقف في محل بيع سيارات، يعني ده مكان وده مكان، ده بيع سيارات وده اصلاح سيارات مثلا، هنا هيلبس بدله، هنا هيلبس اللبس اللي هو المخصص طيب لاصلاح. انا دلوقتي لو رايحه فستان، رايحه سواريه، او رايحه معزومه فرح، طب في نقطه مهمه جدا وكل البنات ما بتعرفهاش، تمام. هل في برضو اتيكيت ان انا اكون قريب من العريس او من العروسه ان انا البس لبس معين؟ ده سؤال مهم جدا كل البنات بتحتار هو فيه. ده بقت موضه، دي بقت موضه، بس معظم البنات بيكونوا مثلا اصحاب البنت عندها اصحاب ليها، فبقى منتشر اليومين دول يعني يلبسوا كلهم ان شبه بعض. يلبسوا شبه بعض. البنات مش يلبسوا لون العروسه طبعا، بيلبسوا شبه بعض، ده يعني نوع من انواع ان انت بتوصل مسج بيه للناس ان انا صاحبه العروسه او انا حد قريب ليها. نرجع بقى لموضوع الاختيار الملابس. احنا قلنا في نوعين من اللبس او في ثلاث انواع سوري من اللبس، في الكاجوال وفي الكاجوال وفي الفورمال وفي السيمي فورمال، ده اللي هو اللبس اللي بالنهار، غير بقى اللبس اللي بالليل اللي هو السواريه، ده بيبقى حاجة مختلفة تماما. لأن اللبس الفورمال أنا بلبسه طول اليوم، ممكن كمان في ناس برضو بتلبس فورمال بالليل، بالنسبة للرجالة اللي بيروحوا مثلا فرح بيبقى لابس فورمال، لابس البدلة. الفورمال ثلاث ألوان، لبس الفورمال ثلاث ألوان، ثلاث ألوان للبدل، أسود ورمادي كحلي. وكحلي، ثلاث ألوان. ولازم يكون الجزمة من غير رباط، يعني لابس فورمال الجزمة تكون من غير رباط، ده مع وال البدلة. اه مع البدلة احنا والشراب، بنتكلم اهو يا جماعة عن والشراب حواء يكون وآدم. ما والشراب بنجيبش يكون حواء بس لون عشان الناس كتير قوي يكون بتزعلوا مننا. لون الشوز، يعني لازم الشراب يكون لون لون الشوز اللي انا لابسه، والشوز من غير رباط، والحزام يكون حزام عريض، وبنطلون البدلة يكون مناسب على البدلة. البدلة كلها فورمال شبه بعض. في ناس بقى بتحب تلبس سيمي فورمال اللي هو يلبس بنطلون جينز ويلبس البليزر بتاع البدلة، البليزر. البليزر ممكن بيلبس تحتيه قميص او بيلبس تحتيه تي شيرت. ممكن البدلة الفورمال بتبقى فورمال لما بلبس تحتها قميص ابيض، لو عاوزة اخليها سامي فورمال بخلي القميص اسود، بغير لون القميص، فدايما القميص يكون ابيض للبدلة. وبهتم دايما بالكرفات اللي انا لابسها، لان الكرافات عادي برضو الكرافات مع البنطلون الجينز عادي لا مش عادي، ولا ايه؟ مش عادي طب الكرافات بشوف مع كده. البدله مع الفورمال. هنشوف لابس لا بنطلون لا جينز لا 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 وكرافات وبتاع عادي جاكيت عادي، لا لا ولكن لا شايف لا حاجه. ده عامل موضه لوحده وعامل موضه لنفسه. لكن هو دايما الكرافات بيبقى دايما مع اللبس الفورمال مش السيمي فورمال، تمام. اللبس اللي هو كله البدله كامله يعني طيب بكل محتوياتها. طيب برضو نرجع تاني لنقطه بنات حواء. تمام. النقطه دي هل انا لما اكون صاحبه العروسه او من اخواتها او كده، هل ده من الاتيكيت ان احنا نلبس هم بيسموهم وصفات العروسه؟ مش شرط ده اتيكيت، ما قلنا عادي يعني. ده قلنا دي عادات، دي عادات متعارف عليها البنات بيعملوها علشان دي خاطر عادي. يبينوا محبه لصديقتهم او او يبينوا موضه. للناس اللي موجودين، هي زي تقليعه او زي موضه سايده طب او عاده. انا كحواء، انا دلوقتي معزومه على فرح لصديقتي، تمام. المفروض ان انا البس ايه؟ البس سواري عادي او مدندش قوي
اهو هلبس ايه؟ اولا هو على حسب سني، او البس لبس الخروج الطبيعي على حسب سني، انا سني بيحكمني بطبيعه اللبس اللي انا بلبسها هي ايه. حاجه كمان غير السن، درجه يعني درجه القرابه او الصله بيني أيوة وبين دي مهمه جدا. وبين الناس اللي داعيني للفرح. ما هو انا لو حد مش قريب ليهم قوي هحاول اللبس بتاعي يكون سواري بس سيمبل بسيط، تمام، ما يكونش مبالغ فيه. لكن انا لو حد قريب منهم وعاوز ابالغ فيه في اللبس بتاعي ممكن ابالغ عادي، مش مشكله. طيب برضو في حته شايفينها دلوقتي، البنات بقى يلبسوا اكسسوار غريب جدا، وكل كتير ما تلبسي اكسسوار كتير اكتر فانت تحلوي اكتر. كتير. فهل ده من الاتيكيت ان انا المفروض البس اكسسوار مثلا وانا رايحه مناسبه، ولا المفروض ان انا رايحه الجامعه، ولا المفروض ان انا رايحه الشغل خلينا نقول يعني، الاتيكيت ولا كل كل مكان اكيد ليه شكل معين؟ صح طبعا. الاتيكيت بيقول هنا ان في قاعده اسمها القاعده ال 13 للاكسسوارز او للاكسسوارات. القاعده ال 13 دي بتقول ايه؟ ان انا على جسمي المفروض يكون في 13 قطعه وبس، يعني اضافه لجسمي 13 قطعه يكونوا موجودين على جسمي. 13 منهم اللبس؟ لا مش منهم اللبس، الزراير بتاعت البدله، تمام، زراير القميص ما بتتعدش. نوضح يا هبه، تمام، اوكي خلينا اوكي نوضح التوكه الوجهين. بتاعت الحزام، 13 ايوه التوكه بتاعت الحزام، نحسب بقى الحلق توكه يعني ممكن حلق. نعد، خاتم، دبله، ايوه القطع النقديه اللي هي بتبقى في جيب القطع المعدنيه. ايه ده، انا هعد الفلوس اللي في جيبي قد ايه؟ ما امشيش ارن اشخلل كده وانا ماشيه. لازم ابقى 13؟ لا مش هم يبقوا 13، يكملوا ال 13 قطعه اللي عليا. ما انا بس ده لابسه رقم، مثلا لابسه النيكليس، اوكي مش لازم الرقم ده 13، ممكن لابسه اقول حلق، لك لابسه ده اسوره، مش حلو. لابسه خاتم، الموبايل اللي انا ماسكاه في ايدي، المفاتيح بتاعتي، الحاجات اللي بترن وتعمل صوت لا تتعدى ال 13 قطعه. ايوه يعني انا المفروض ان انا اعد كل حاجه انا لابسها ايه، ما البسش بقى حاجات كتير هنا وهنا ما البسش حاجات كتير. يعني وحاجات كتير. احنا قلنا يا جماعه اتيكيت يعني ببساطه، يعني نبقى يعني شكلنا بساطه في بسيط كل كده حاجه. وسيمبل كده يبقى حلو يا جدا. ريت يا ريت البنات فعلا تسمع كلامنا النهارده علشان نبقى شكلنا كويس. طيب في حاجه مهمه قوي قوي، المفروض ان انا لو وانا رايحه مثلا معزومه في فرح، او معزومه في مكان انا مش عارفاه او مش عارفه ممكن يكون بيتلبس فيه ايه، المفروض ان انا اسال؟ ده ضروري جدا ان انا اسال، من الاتيكيت ان انا اسال. زي ما بيكون مثلا، زي ما بكون رايحه اقدم على شغل ويقولوا لي تعالى احضر الانترفيو بتاعك، تمام، بسال يا جماعه انا اجي فورمال ولا سيمي فورمال، تمام. بيكون في مثلا حفله كوكتيل او حفله عشاء او سهره او حفله غدا، بسال اللبس اللي هلبسه ايه، يعني هنيجي لابسين لبس سواريه ولا هنيجي لابسين لبس عادي. فضروري ان انا بسال، المفروض ان انا او اسال. لا من الاتيكيت ان انا بسال، ما فيهاش اي مشكله. طيب في حاجه برضو مهمه قوي لكل بنات حواء، بنشوف مثلا انا اكون لابسه او يبقى هو المناسب لللبس، هل الشوز بكعب عالي ولا يبقى قصير ولا يبقى فلات؟ لا هو انا على المفروض، حسب اللبس ولا على حسب المناسبه؟ لا المفروض اني المفروض انا، ان هو يبقى ايه؟ المفروض اني انا بلبس الكعب اللي انا برتاح فيه، مش البس كعب مثلا. صادف مثلا موقف معايا ان واحده صاحبتي جايبه فستان ومش لاقيه، يعني الموضوع جه بسرعه، الموضوع مثلا الخطوبه بتاعتها جت بسرعه، فهي ما يعني ما لحقتش ان هي تظبط الفستان او ما اهتمتش ان هي تقصره، قالت مش مشكله انا البس له كعب اعلى شويه وارفع بيه الفستان بدل ما اقصر الفستان وفستان يبوظ. في ناس ممكن بتعمل كده، فممكن تلبس كعب اعلى من اللي هي متعوده عليه. ممكن تلبس كعب اعلى من اللي هي متعوده عليه، فبالتالي ممكن تتكعبل تقع، فبلاش احرج نفسي. مش الموضه ولا الاناقه اني انا البس كعب عالي قوي. اوكي انا ممكن البس كعب مثلا 3 سنتي 5 سنتي 7 سنتي لو انا حد هيقدر يمشي بيه، 10 سنتي 13، اي 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 ارتفاع كعب بس يكون مناسب ليا واكون انا قادره اتعامل معاه عشان ما اتحرجش وما اتعرضش لاي موقف محرج مع الناس. طيب بنشوف برضو بنات كده في الفرح بيبقوا لابسين زي ما انت قلتي دلوقتي، الفستان بيبقى طويل وبتمسكه بطريقه غريبه جدا، يعني المسكه دي ايه ظروفها؟
ظروف الماسكه. اه الماسكه دي ايه ظروفها؟ ان انا ابقى ما احنا ماشيه قلنا عشان وماسكه كده، الفستان طويل. ولا يعني المفروض ان انا اكيد الفستان عادي لو طويل. الفستان طويل لا لا، امسكه كده عادي، ولا ليه حركه معينه ان انا ارفعه حاجه بسيطه هي ممكن ترفع حاجه المفروض؟ بسيطه بحيث بس رجليها ما تبانش، ما مش ترفعه خالص، يعني ترفع تمسك الفستان كده زي ما بنشوف الاميرات في الافلام او في الحاجات اللي هي بتاعت زمان، تمام. بتشوفي اه بتشوفي في الافلام اللي هي الفرنسيه، بتشوفيهم بيبقوا ماسكين الفستان كده بيرفعوه شويه تمام. علشان خاطر طبعا يعرفوا احنا يمشوا. بنشكرك جدا جدا، وكل حلقة ان شاء الله هنقول حاجة عن الاتيكيت ان شاء الله. لكل بنات حواء. نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل مع خبيرة الاتيكيت هبة خليفة. طبعا اتكلمنا قبل الفاصل عن بنات حواء، برضو عشان ما ننساش آدم آدم وما يزعلوش مننا هنتكلم ونرجع تاني. قبل الفاصل كنا بنتكلم يا هبة عن البدلة والكرافات، هل الكرافات يبقى ليه مثلا لون معين او بيوصل رسالة معينة ان انا لابس لون معين؟ ده طبيعي، ده اساسي طبعا ان في الاتيكيت نلاقي حاجات حمراء وحاجات اورنج. الاتيكيت بيقول ان اختيار لون الكرافات بينم عن الحدث اللي انا رايح له، او بينم عن المسج اللي انا عايز اوصلها. يعني مثلا بتلاقي اغلب رؤساء امريكا، تمام، اي رئيس بيمسك امريكا بيلبسوا لونين بدرجتهم، يا ازرق يا احمر. اللون الاحمر بيدل على الحماسه والقوه واتخاذ القرار، واني انا مش هتهاون في القرار اللي انا جايه اخده. لو مثلا لقيتيه او لو مثلا لقيتيه لابسه في مثلا في مؤتمر، في اي حاجه هياخد فيها قرار، تمام. بتلاقيه لابس الازرق في المناسبات اللي هي الرسميه، اللي هي بيقول فيها مثلا ان هو جاي في سلام. يعني اللون الأزرق هنا بيدل على السلام، واللون الأحمر بدرجاته بيدل على الحماسة والقوة واتخاذ القرار. وفي ألوان كمان طب دي نتكلم عن، مؤتمرات او رايح اماكن رسمية، تمام، لو رايح فرح عادي على حسب ال لو ال لو رايح فرح خلينا نقول اللون الأسود، اللون الأسود في ناس، اللون الاسود في ناس ممكن بتحب تلبس الكارفات الاسود، بس اللون الاسود ده خلينا نقول ان هو يا افراح يا اما مآتم عزاء. تمام. احنا طبعا زي ما اتكلمنا عن حواء اتكلمنا عن ادم. بنشكرك جدا هبة خليفة. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا.